ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبة سوبر ميدلست ستيك مان، وانا بلعب مع اخويا ستيفن. مستعد يا ستيفن؟ مستعد. ماشي يلا. ايه ده، انت بتلعب مع راجل غيري؟ لا، هنلعب بده. استنى، انا هختار ده وانا هوريه. انا على الشمال. بصوا، لو دوست على دي كده هتبقى ما فيهاش اسود. كده بس وحشة مقرفة. مقرفة، بتبقى مقرفة قوي. وانا الملك. انا هوريك اللي تزقك. انا هختار القنبلة. ماشي، وانا هوريك اللي هتزقني. اقوى حاجة اللي جاية. لا، مش بتزقك هي. ما هي، لا مش دي، مش دي اللي دي. لا مش دي، هوريها لك. استنى، لا انا همشي كده دي. عادي. انا بقى هفكرك دي. عمرك ما هتقدر. نبقى نشوف. يا رب. ايه ده؟ بس انا هطلع لك وكمان عمر. ازاي ما هقدر؟ انت ايوه. الحمد لله. انا واحد وانت صفر. لا يوصل بقى. لا يا ابن اللذينة، حسنتك سريع قوي يا ابن اللذينة. لا يوصل العشرة، ده النيبال هو المنتصر. يا ربي، ايه رأيك؟ ده انت محترف قوي. ايه رأيك؟ الغى السديد. انت محترف. ايه ده؟ خد دي بقى. عايزه اجيب واحد. طب هدي لك فرصه. لا ايوه، اكون بلدي. خساره. الحمد لله، نفسك نقطه. يعني ليه العذاب ده؟ ايه رايك؟ جامد قوي. هو ايه ده؟ دي جهدت، دي بتقلل خالص. عمرك ما هتجيني. طيب ما تقعد القنبلة دي وتقع واخلص. لا بقى يا ربي. يا لبي يا ربي. اللي هيوصل كام؟ العشرة. تنسيت. انا سمعتك ملك محترف. لا يلا بقى اطلعوا، بطلي غلاسة. هتدفع عليك انت عشان تطلع لي. خدي يا قنبلة يا زرقا. انتي انت مالك محترف قوي حتى في الشوك. ايوه الشوك، انا هجيبك. الشوك بقى. اخيرا. بص، انا هطلع القوه اللي جوايا. يلا بقى. يا خساره، بس هتجيلي تاني. يا خساره، هتجيلي. يلا بقى يلا. اخيرا. انت بتقول اخيرا؟ اخيرا القطر. عادي، خلينا نتعاون وننزل. بقى نشوف في النهايه بقى ايه اللي هيحصل. الحاجه دي ما فيهاش. لا ازاي القنبلة بس اللي فيها تعاون؟ ايه اللي طلعني؟ انا مش عارف، من الاشعاع عادي اللي بتطلع. خدي. لا النار. يلا بقى. خدي ده، انت بتزق ازقة واحدة. انا نبقى نشوف بقى ايه اللي هيحصل. الحمد لله القنبلة زقتني. ليه زقتني وخلتني اقطع؟ بص انت كم؟ وانا سبعة. شوف، عارف تجيب انت ولا واحد. لا هجيب اهو. ايه ده؟ من البتاعة دي ما بتطلعش ليه؟ ما هي بتطلع بس لو انت جنب حاجة على طول. ايوه الحمد لله عليك. انا بموت في القنبلة الزرقاء دي. وانا برضو، بس انا القنبلة يعني ما بحبها. مش
عشان مرة لعبت مع راجل لقيت يلا بقى يلا ايه ده ده انا افكر ان هي فيها انا انا هطلع عشان ما تعرفش تجيبني مش هعرف الحمد لله ما عرفت تجيبني انا هجيبك خدي يا لهوي مش عارفه ده ابن لذينة انت زهبانة لا لا انا هطلع خدي خدي يا رب القنبلة الغاز دي طب خدي الحلو القنابل الحلوة كانت خلاص هتجيلي القنبلة الزرقاء عشان القنبلة كبرت لا بقى ده انت هموت لا انت هتموت شكل ان في واحد فينا هيكسب في واحد فينا هيكسب اصلا ايوه لا انت خسرتك خلاص بص خسرتك هوريك الموت الحقيقي ايه ده لا 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 ايه ده في ارض هنا الحمد لله لا اللي يعمل فيا كده معلش بس دوست على الزرار بتاعك القصر ده بص يا اصحابنا من غير ما احكي كده دوست على اتحكم بيه ايه ده انت اللي كسبت يعني خلاص انا خلاص ايوه لا مفهوش ولا اي حاجه انا ههرب على فكره ده لا على فكره ما يصحش دي مش القوانين لا بس انا بس بحب حته الحيطه بحب قبل كده كنت افكر ان الدور ده ما فيهوش حيط طب ده مش باين هي الحيطه خد دي مش هتيجي عندك طب بص يا رب يجي لك قنبله زرقاء كده قنابل خد دي ده انت ناقص لك اخر جوله يعني بص صحابي حته الحيطه يعني طلع محترف محترف بقى محترف يلا ماشي انا هفرمطك في حته الحيطه انت عارف ازاي بقى لان انا ليه تاخر لحظه ايه ده انا فين نطيت عليك نطيت عليا ما انا جيت ونطيت كده وجبت السيف عليك خدي لا انت اللي خدها لا انت اللي لا انا مش عايزه اخد القنبله خدها انت احنا كام ساعه احنا في الدور ده خد دي وما تاخدش دي ايه ده يلا ازاي هلسك قال لي كده يا جماعة ايه ده ملو ايه ده انت وصلت انت العشرة انا خلاص انا وصل انا في تسعة يا رب استر بقى يا رب استر انا اللي الحمد لله لا ليه ادي هو اللي كسب انا كنت محترف ايه الاحتراف بتاعي ده انا ما كنتش عارف انك محترف قوي كده بص النزال هو ثلاثة اشمعنى ثلاثة عادي يعني طب ما نخليها خمسة لا مش حلو لازم احنا نغير حاجة فينا ماشي انا هجيب حاجة قوية بص ان شاء الله بقى ههزمك بالجاية دي انا ان شاء الله ههزمك باللي هتيجي بعد دي اللي هتيجي لا ايه ده الحمد لله اختفيت هي اللي هي ايه ده انت ازاي
شفت دي هي محتاجه اصلا. المركب هيتقلب وانت تقع في الميه. ايه ده بقى شفت خليت المركب يتقلب. على فكره ما ينفعش تعمل كده. لا الغش ده عادي. يلا خد دي وخد دي وخد دي. ايه رايك فيها؟ حلو كويس. انا اعرفها يعني عادي. لا ده انا محترم. البتاع الغلسه اللي اتفتحت دي. لا دي بقى هتفضل لحد ما يكونش في اي حاجه. هتقع انت ومش انا. ايه ده انا اللي وقعت؟ انا قلت انت اللي هتقع ومش انا. ادينا انا اللي وقعت. بص انا واثق اللي انا ممكن اهزمك هنا. ايه ده دي ما كانتش بتتحرك. خلاص ايه ده انا تلاتة. ما كسبنا. انا اللي كسبت في 10 و5 قصدي 3. يعني طلع محترف قوي. طب بص يا صحابي بقى انا هقف لحد هنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. سلام.